هيكون معانا على التليفون اللايف كوتش نهى نزار، هنتكلم معاها عن كل حاجه تخص الموضوع ده. اهلا بيكي يا استاذه نهى. اهلا اهلا بيكم، ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكي حضرتك، نورتينا في انتي. وعايزه في البدايه كده نعرف من حضرتك، هل فعلا الحب كافي لوجود علاقه ناجحه ولا لا؟ طيب، هو الحب كمعنى الناس متداوله بيه ويقولوا لبعض انا بحب فلان، انا اتجوزت عن حب، انا ما اتجوزتش، انا اتجوزت صالونات مش اتجوزت حب، هو ده معنى بنقوله في النادي، لكن المعنى اللي في علم النفس حاجه تانية خالص. اللي احنا بنعمله لما بنرتبط بحد، احنا بنملى تعلق معين في حياتنا بس مش حب. الحب ما بيجيش على طول كده خبط لزق زي ما بيقولوا من اول نظره، كل الكلام ده في عادات النوادي نقوله، لكن الحقيقي كل واحده طالعه من بيت باباها ومامتها على مثلا وقعت في حب عندها 25 سنه 26 20، بيبقى عندها احتياجات نفسيه عاطفيه ممكن تكون اتلبت جزء منها وجزء منها ما اتلباش، فبتستنى الفارس اللي على الحصان الابيض يلبي لها هذه الاحتياجات. من ضمن الاحتياجات دي مثلا ممكن تكون كانت عايزه اللي يؤمن بيها ويؤمن بنجاحها ويزقها لقدام ناحيه النجاح في حياتها العمليه مثلا، ده احدى الاحتياجات اللي يحس بيها ويقدرها، دي احتياجات اتلبت جزء منها في عيلتها، واللي ما اتلبش بتدور عليه في البوتنشال جاي بقى اللي هتتجوزه، الحد بقى اللي هي بتقول عليه بحبه. لكن لو احنا كل واحد فينا عارف كشباب جامعه لسه صغيرين قبل ما نقدم على الجواز احتياجاتي النفسية اللي مش متلبية في بيتي، وعشان كده بجري جري عايزة ألبيها، هل أنا كان ناقصني أم في حياتي تدعمني، ناقصني أب، فبدور في شريك الحياة أو شريكة الحياة على الدور اللي كان ناقصني، فهي بسميها حب وهي مش حب، هي اسمها تعلق بدور مفقود. فعشان كده بنلاقي كتير جدا من الأزواج بيدور في الشريكة على الأم، فيتعلق على طبيخها أنا مش زي طبيخ أمه، فيبقى عايز أم. فلو هي لعبت الدور ده انها تلعب اللعبه النفسيه الصعبه جدا انها تبقى ام زوجها انرجيتيكلي، يعني انا زي امك بالظبط، ساعتها هي مش هيبقى في انتمسي بينهم. ليه؟ لان هي ده خلاص هي بقت في دور الام. لو هي واحد صاحبه ماشي، واحد صاحبه هو مفتقد ما كانش عنده اصحاب، فعشان كده بقى بقت دي زي واحد صاحبه، خلاص ما بقتش دي الست اللي هي ممكن اشوف بقى ست تانية، لكن مش دي الست اللي انا هرتاح معاها، لا دي واحد صاحبي. فهي احنا الاثنين رجاله زي بعض ماشي، بنتكلم في حاجات في مشاريعنا، بنبني بيزنس مع بعض، لكن مش دي الشريكه الانثى اللي انا بدور عليها. نعم. وهي نفس الكلام، لو هي كمان هي بتدور على اب، فهتبقى واخده جوزها على انه ايه؟ ابوها اللي بيحميها، طبعا. اللي بيامن لها احتياجاتها الماديه، مزبوط. اللي عامل استابيليتي في اسرتها وبيتها، اللي بيدافع عنها وفي ظهرها، هل ده اللي مطلوب من الزوج؟ يبقى ابويا اللي ناقصني او الزوجه تبقى امه اللي ناقصاه؟ لان الاب والام هم اول حب بنعرفه لما بنتولد. بالظبط. فأي احتياج ناقص من الأب والأم بنعوضه في اللي بنسميه حب، ونقعد نتكلم عليه على إنه حب وهو اسمه تعلق لسد هذا الفراغ. فخلينا نعرف احتياجاتنا قبل ما نتجوز، علشان كفاية بقى إن نغلط دايما في نعمل سيستم جواز وإحنا أصلا بنبنيه أصلا بأدوار مغلوطة، وبالتالي بنفضل على طول حاسين بالتعاسة. وتلاقي الست اللي بتدي كتير دي لما جوزها يجي بعد مدة معينة، دي سندروم يعني ظاهرة ان علماء النفس درسوها وطلعوا لها قوانين، هي عمالة تدي تدي تدي، وبعد كده يجي فترة 20 سنة وقف على حيله، يدور على الخير ده كله، يشوف واحدة ما ادتلوش أي حاجة خلاص وهو اللي هيديها، ويبدأ من أول وجديد يدي هو. طب أنت كنت فين وأنت بتاخد في ال 20 سنة دول اللي فاتوا من السيدة اللي وقفت جنبك؟ لا، دي كانت بتلعب دور هنا بقى إيه؟ الأم اللي بتسنده، اللي بتسامحه على أخطائه. هو مين حبيبتي اللي هيسامح حد على طول على طول على طول غير والدته؟ ايوه، بس هنا انا كده حطيت نفسي وهو حط نفسه في حته صعبه جدا، غلط. لازم يلعب كل الادوار دي، ما هو يعني برضو ده شيء صعب عليا ان انا اعرف العب كل الادوار دي، ابقى لا، صاحب. لا، المفروض ما تلعبيش اي ادوار غير دور الزوجه، وهو ما يلعبش دور اي دور غير دور الزوج. حلو. يعني كتير جدا من الستات اقول لها على فكره زوجك المفروض ما بيشتغلش ثيرابيست ليكي، هو ما يعرفش يعالجك من صدماتك، اي صدمه عندك هو ممكن تفضفضي معاه، لكن هو ممكن ساعتها تروحي للمتخصصين علشان هو مش هينفع ساعتها تقولي ما بيسمعنيش. لا، ما هو ما يعرفش، ممكن قوي انه لما تبقي انت مشاعرك جامده جدا في صدمه واخداها ما يعرفش يتعامل معاكي.
تمام. طيب احنا دلوقتي السؤال ده يعني او الاجابه بتاعت حضرتك هتاخدنا لسؤال مهم جدا، ازاي انا اعرف انا عايزه ايه من العلاقه دي اصلا، وازاي اقيم اذا كانت العلاقه دي مناسبه ليا ولا لا، لانه حضرتك اكيد عارفه انه مرايه الحب عاميه، فيعني لما بنيجي خلينا نحب نقول مرايه التعلق بقى، مش بلاش خلاص ما سميناهاش حب، ما التعلق سميناهاش حب، ما ينفعش في الاول كده نقول حب. بالظبط. الحب ده بيجي بعد ما كميه احداث تحدث ما بين الاثنين لغايه لما يبنوا الحب، لكن كل اللي بيقولوه في الاول ده سد احتياجات نفسيه. امال ليه بنشوف ناس اول ما بتتعرف على حد تقول انا بحبه من غير بقى، عشان من الاغاني غير ما يكون والافلام في بتقول حاجه؟ لهم ده الحب، فالميديا والاعلام لما سموه حب فمشيت الناس مشيت وراها وقالت اه خلاص ايه ده انا بحبه، اصل قلبي لما ده ايه ده حب، لا خلينا ده نسميه احتياج نفسي. اعجاب. اه تعلق باحتياج نفسي غير مشبع بيتم اشباعه لما بشوف شريك الحياه ده اللي هو ولا الحد اللي انا بقول عليه بحبه. طيب استاذه نهى عرفيني بقى ازاي انا اعرف انا عايزه ايه من العلاقه دي واذا كانت هي مناسبه ليا ولا لا. الله حلو قوي السؤال ده، احنا كده دلوقتي بنتكلم قبل ما نقع ودخلنا في الجوازه اللي لخبطنا فيها الادوار، احنا بالظبط. لسه على البر. حلو قوي. ثلاث حاجات لو مش متوفرين بينك وبين الشخص اللي بتقولي عليه عندك معاه تعلق او عندك معاه حاسه معاه بالحب، ما ينفعش تكملي العلاقه وتخشي فيها لغايه الجواز. اول حاجه يبقى في بينكم ثلاثه انتمسي. اول حاجه منتال انتمسي، يعني معناها ان احنا على مستوى العقل ماشي في بيننا وبين بعض البوند ده، التواصل ده تواصل عقلي، يعني عندي على الاقل حاجتين ثلاثه بيني وبينه احنا الاثنين بنحب نعملها واحنا الاثنين مشتركين فيها. حلو. مش مثلا انا بحب اتفرج على افلام دراما وهو يقول لي ايه الهبل ده، مش انا هو بيتفرج على كوره وانا بقول له ايه العبط ده، كده يبقى احنا منتال انتمسي مش موجود. يعني اول اوكي حاجه لازم يكون في اهتمامات مشتركه. بالظبط. ومفيش مشكله ان يبقى في اهتمامات مش مشتركه وكل واحد بيحترم ان انا مش بحب والله كويس. اروح اتزحلق على الجليد يعني ولا اعمل الحب، ما اعرفش يعني ايه، مش الحب مهم. لازم يكون فيه تقدير. اهتمام مشترك ده اللي هو بنسميه منتال انتمسي. اوكي. نخش بقى على الجزء الثاني اللي هو هارت انتمسي، اللي هو اقدر افتح قلبي لشريك حياتي واكلمه انا حاسه ان انا فاشله، انا حاسه ان انا قليله، لما لكن مش انا برسم دايما الصوره اللي انا احب ان هو يشوفني بيها، لا انا احب ان انا فيها شاشه نفسيه اقدر اكلمه على اوجاعي، كده معناها ان قلبي يقدر يفتح للي قدامي، ودي مش حاجه سهله. احنا دايما بنحط ماسكات حتى واحنا متجوزين، حتى مع اصحابنا ماسكات، ما نقولش احنا موجوعين من ايه، لا احنا فله، لكن الوجع ما بنتكلمش فيه. فلازم يكون في مساحه من اللي هو بنسميه في علم النفس هارت انتمسي زائد المنتال انتمسي. ان يكون مرايتي. لا مش لازم مرايتي، هو بس يبقى عنده قدره على ان هو يسمع وجعي، يسمعني ممكن يوجهني بعد كده كويس لحد متخصص، بس المهم لازم يكون في مساحه اعرف اشارك اوجاعي بالظبط مع اللي قدامي مش بمثل. تمام. اوكي. تمام. والحاجه الثالثه ان يكون بقى بيننا عندنا في سكشوال انتمسي، هيتم اهو بعد الجواز ان احنا في مع بعضنا علاقه جنسيه ناجحه، لكن كتير من الزيجات بتفشل وبيقعدوا سايبينها بالفشل بسبب ان مفيش علاقه جنسيه ناجحه ومفيش فيدباك بيدوه لبعض، وزي ما يكون لما العلاقه دي بتموت ما بيكملوش ان هم يصلحوها ازاي، وكان ما ينفعش خلاص احنا بينا اولاد وخليها فاشله كده. فلو الثلاثه انتمسي دول مش متوفرين في الجوازه منتال هارت سكشوال، يبقى معناها ان الجوازه دي مش هتبقى محكوم عليها بالنجاح، عادي ممكن يبقوا عايشين بيحافظوا على حيطان البيت والسقف والولاد، لكن مش بيحافظوا على ان هم بيبنوا حاجه بينهم اخر طالما حاجه. الثلاثه دول اخر اشتغلوش حاجه عليها. عايزه اعرف لو في اتنين متجوزين وبقالهم عمر دلوقتي نقول مثلا 5 6 سنين مثلا، وقعوا في الاخطاء اللي حضرتك بتقوليها دي، هل في امل ان احنا نصلح ولا خلاص بقى؟ طبعا طبعا طبعا. اول ما حد يقول انا بعتذر لنفسي ان انا لعبت دور الام او كنت محتاجه اب في حياتي فخدتك ابويا، فهي حتى بينها وبين نفسها مش لازم تروح تقول له، هي بس مجرد انها تقعد كده مع نفسها في صلاتها، في بينها وبين نفسها في مديتيشن لغايه لما تطلع من الدور الغلط اللي هي دخلت نفسها فيه، انا ده مش متهيألي وظيفتي. كده ممكن تكسر الجليد وتدوبه تماما لو راحت بالظبط. تعتذر له على انه هي كانت واخداه اب او ان هي غلطت في التعامل معاه. ايوه بس انت بتقولي دلوقتي خطوه حلوه قوي اللي هي خطوه نمره 2، انا بقول لك خطوه نمره 1، نمره تمام. 1 هي من الاول تقول خلاص انا مش محتاجه اب، انا محتاجه حبيب شريك جوز، لكن ما ينفعش يبقى ابويا. انا عندي مشاكل مع ابويا اروح احلها، ادور على ازاي اقرا كتب اتعلم علشان احلها، لكن ما ينفعش يبقى هو ده ازاي انت مش بتؤمن بيا، لا باباكي ما كانش مؤمن بيكي، مش شريك الحياه اللي هنحط عليه الايه القصه دي، مش انت اللي سندي، لا باباكي لو ما كانش في ظهرك يبقى مش شريك الحياه هو اللي هنحط عليه القصه دي. حلو ونفس قوي. الكلام بالنسبه له هو، محدش وبرضه يلعب دور مش دوره.
بالظبط، تمام، هو شريك وحبيب عشان يفضل طول عمره شريك وحبيب وينموا العلاقة. سهل جدا، مجرد ما نرجع كل واحد لدوره الطبيعي في مكانه الصحيح، هو هيحس بالراحة ان هو زوج لهذه المرأة الجميلة، مش ابنها ومش باباها، يعني ولا يلعب دور ابنها ولا يلعب دور باباها. حلو. وهي نفس الكلام، وكده بمنتهى السهولة هتلاقي الكوميونيكيشن اللي انت كنت سامعاكي بتتكلمي عليه رجع تاني، لان الكوميونيكيشن ينفع يرجع ما بين اتنين بيحبوا بعض، شركاء حياة. لكن هنقول عليه ما بين واحد زعلان من بنته اللي محملاه فوق طاقته، ولا واحدة زعلانة من باباها، هنا مشاكل. تمام. هنا دي محتاجة عقد نفسية، محتاجة تتحل جامد. طب أستاذة نهى، دي موجودة. أنا كنت بدردش كده مع الناس وقلت لهم على إنه في شوية بيزكس كده أهم من الحب، زي الاحترام والثقة والتقدير. في جوازات بتحصل بيسموها جوازات صالونات، هل الحاجات دي لو تمت فعلا في العلاقة ممكن الحب يجي بعد كده بعدها؟ مظبوط، بس أنا عايزة أفرق بينك وبين حاجة. في فرق ما بين حد بين انت بتقولي في تواصل وتقدير. التواصل والتقدير ده بيجي لما الاثنين دول زي ما قلت لك كل واحد يبقى في مكانه الصحيح، شريك حياه مش دور تاني. اوكي. والحاجه الثانيه بقى نمره اتنين، اهم حاجه، انا شخصيا لو ما بحبش نفسي ومش براعي مشاعري وما بدلهاش احترام ومش براعي احتياجاتي وما بدلهاش احترام، لو انا مش غاليه عليا نفسي، ازاي هتوقع ان شريك او شريكه الحياه هيبقى غالي عليه مشاعري؟ صح. اللي بتقول ما بيسمعنيش، انت اصلا حاولتي تقعدي تسمعي نفسك؟ طب هو بتقول ما بيقدرنيش، طب انت مقدره اهميتك؟ حاسه بان انت مهمه مع نفسك حتى؟ البدايه يعني دايما مع نفسك. اللي الموضوع منتظره بيوصل من عندي الشريك، بيبدا اللي منتظره من من الشريك لازم يبدا من عندك، عشان ما يبقاش الموضوع كله بندور على، عارفه لما تاخدي ابنك لدكتور ويعالج الحراره السخونه اللي عنده وسايب الانفكشن، نقول ايه؟ ما عالجش المرض. صحيح. بيعالج حاجه ظاهريه. فاحنا لما كل مره نقول ما بيسمعنيش، انا كل اللي بلاقيهم السيدات هم ما بيسمعوش نفسهم، مش حاسين بمشاعرهم اصلا، ودافنين اوجاعهم النفسيه والامهم. وبيقولوا الطرف الاخر ما بيسمعنيش. طب انت اسمعي نفسك كده وجربي شوفي الطرف الاخر. والله يعمل كلام جميل جدا استاذه نهى، وبشكرك جدا على التبس اللي قلتيها لنا النهارده. ودلوقتي يا شباب الموضوع في قبضه